جميل جدا انه اليوم كان اليوم كان كان حنايا في مقر الحزب فرحانين بزاف انه معنا فاطمه خير في البرلمان، انه مجموعه من الفنانين امنوا بالبرنامج ديال هذا الحزب، امنوا بهذا الحزب، وايضا الحزب امن بمجموعه من الطاقات المثقفه في المغرب. واليوم احنا كنجنيو الثمار ردا على كل جاهل انه لا يمكن ان قاطره النمو تمشي بدون ثقافه في المغرب. فاطمه خير وزير الثقافه، هذا سؤال ماشي الاوان ديالو، ولكن فاطمه خير كما يعرفها الجميع والمقربين منها هي فنانه مناضله مثقفه. نحن فرحون ان يكون ممثل ديال الفنانه في البرلمان من طينة فاطمة خير. شوف، أكيد أن فاطمة خير ستدافع عن حقوق الفنانين، ستدافع عن سن قوانين في صالح الفن والفنون في المغرب. أكيد أنه بمعرفتي لها وبنضالها وبثقافتها ممكن إلا أن تضيف إضافة نوعية جادة في المسار السياسي في المغرب. أنا رديت ديك في آنها، رديت بأنه ردنا عن الإساءة سيكون يوم 8 سبتمبر. لماذا؟ لأنه أنا كنت في الحملة، كنت كندير الحملة مع الحزب في سيدي يحيى الغرب، واتصلوا بي مجموعة من الإخوان تيقولوا لي واش نردوا. قلنا لهم ما يمكنش نردوا لأنه يجرنا إلى الحضيض في نقاشاتنا، احنا يجب أن نرقى، انتهى ذلك المغرب اللي ممكن أننا نبداو نهضروا فيه عن فراغ وعن جهل، خصنا نرقاو بالخطاب السياسي. فكان الجواب ديالي أننا غنجاوبوه في 8 سبتمبر، لأنه كنت في الحملة وشفت الناس في ورزازات، في زاكورة، في مراكش، في الحوز، في سيدي سليمان، في سيدي قاسم، مشينا كندقوا على الديور، كنشرحوا البرنامج للناس، الناس كانوا كيتلقاونا ببشاشة، كيتلقاونا بحب، كيتلقاو البرنامج تيقولوا بأنه عينا، هذه 10 سنوات وحنا نعاني عينا، فكنا حنا متفائلين بالنتيجة، لهذا كنت قلت بأنه سنجيبك يوم 8 سبتمبر، والمواطن المغربي ما خذلناش وأجابه جوابا شافيا.